القيادة الفنية. سمعنا كلام كتير عن شرط الكابتن، لا هيتم منحها لمحمد صلاح، لا بالأقدمية، لا أحمد فتحي. معي خبر من موقع الكابتن أحمد فتحي يكشف موقفه من ارتداء شارط قيادة المنتخب. أحمد فتحي اتكلم وقال الالتزام الأهم عندي من أجل تحقيق هدف وضعناه مع المنتخب، وقال مش مشكلة بالنسبة لي مين اللي يرتدي الشارة أو شارط الكابتن. هي شارط الكابتن لم تحسم حتى الآن مين اللي هيرتديها، حتى بعد يعني محمد صلاح خلاص مش موجود في المباراة دي، وأعتقد إن هم حتى يعني الاتجاه اللي كان رايح اتجاه محمد صلاح ده تم الرجوع عنه. تفتكر إن دي أزمة في بداية مشوار لسه أصلا ما مشوش فيه خطوة؟ لا أنا مش شايفها أزمة الحقيقة، أنا شايفها يعني حاجة صحية يعني إن هي تكون موجودة. موضوع الأقدمية ده اتلغى في العالم كله، يعني لسه احنا هنا متمسكين بيه.